مكملين اخبارنا ونروح لكره السله وخبر عن احمد خيرت لاعب سله الزمالك السابق والحكم الدولي اللي اصيب بفيروس كورونا وبيخضع للعلاج. الكابتن خيري كان اجرى تحليل مسحه الكورونا وطلعت للاسف العينه ايجابيه، وده بعد مخالطه شقيقه اللي بيعاني ايضا من فيروس كورونا. كابتن خيري بيخضع للعزل المنزلي وبياخد الادويه اللي حددها له الطبيب اللي اكيد هي البروتوكول المتعارف عليه. احنا من هنا انا واسره برنامج ملاعب الابطال بنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع زي الاحسن ان شاء الله.